السلام عليكم مازول في الاول، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم اثاث ثقه. خاوتنا اثاث ثقه دائما رانا نجيب لكم تشكيله الصالونات الجميله. اليوم خاوتنا جبنا لكم صالون فيسات بلاس اللي شفتوه ديجا في موديل ال. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا نقول لكم ابوني وفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل جديد. سينو الصالون تاع اليوم راهو تحت اسم كلاس. بعد ما شفتوه في ال خاوتنا كيما راكم تشوفوا في الصوره، راهو جانا فيسات بلاس كيما راكم تشوفوا فيه اون بونكا تاع 3 بلاس، اون بونكا تاع 2 بلاس، ودو فوتاي تاع اون بلاس. نبداو على بركه الله بال 3 بلاس تاعو خاوتنا كيما راكم تشوفوا، حاجه واسعه بزاف، يقدروا يقعدوا فيها 4 عباد ونورمال خاوتنا. وكيما راكم تلاحظوا لي بي تاعو اللي راهم على شكل انكليني، حاجه ما شاء الله. لونكادريمون تاعو اللي راكم تلاحظوا فيه بالخشب راهو كامل بخشب الزان، وكذلك لي بي تاعو راهم بخشب الزان ايضا. وكما راكم تلاحظوا في القاعده تاع الظهر تاعو راهي بومبي بلي بوطون. وزيد عندكم دو جوتي هديه من محلكم اثاث ثقه اللي راهم ان ديزاين لي بزاف شباب وياتيري. وكما قلت لكم في الظهر راهو بومبي بلي بوطون خاوتنا، يعني حاجه ما شاء الله. في التصميم تاع لي زاكودور كما راكم تلاحظوا كذلك راهو بومبي بلي بوطون، وكذلك راح تلقاو هذا لو ديزاين بالخشب اللي كما قلنا لكم راهو اون بوا ادر. تصميم تاع لونكادريمون يعني حاجه ما شاء الله كيما راكم تلاحظوا، كيما قلنا لكم بومبي بلي بوطون، يعني ان ديزاين اللي بزاف ياتيري خاوتنا، سامبل ايبو كيما نقولوا. تيسي تاعنا نذكركم بلي راهو اونتي طاش، حاجه ما شاء الله. لا فينيسيون مظهر خاوتنا كيما شفتوها من الامام، كذلك راح تشوفوها من الاريال كيما راكم تلاحظوا. ننتقلوا للدي بلاس تاعو خاوتنا اللي راكم تشوفوا فيه حاجه ما شاء الله، يعني نفس التصميم تاع 3 بلاس برك راهو ضيق عليه. راح تلقاو الظهر تاعو مخدوم بنفس التصميم خاوتنا كيما راكم تشوفوا، تلقاو الظهر تاعو مخدوم بنفس التصميم بومبي بلي بوطون، حاجه ما شاء الله. ودي جي تي هديه من محلكم هذا ثقه. لي بي لونكادريمون راهم كامل اون بوا اتر. نزيدو ننتقلوا للان بلاس تاعو خاوتنا كيما راكم تشوفوا، يعني راهو مصمم باش يضمن لكم الراحه كي تقعدوا فيه. التصميم تاع الظهر كيما شفتوا في الدي بلاس و 3 بلاس يعني مازالوا بومبي بلي بوطون فيه خاوتنا، حاجه ما شاء الله. جيتي هديه من محلكم اثاث ثقه. التيسي اللي راهو اونتي طاش، حاجه الله يبارك خاوتنا. القاعده اللي راهي بدي ترونت لي بي، ولونكادريمون اللي راهم اون بوا اتر، ولا كاركاس راهي اون بوا روج. ننتقلوا ونشوفوا لا فينيسيون من لاريير كيما راكم تشوفوا، يعني في هذا التيسي الرائع بزاف اللي زاد جمال للصالون تاعكم. وكيما راكم تشوفوا الان في الشاشه لا فينيسيون تاع الخياطه كذلك راهي الله يبارك. هذا الصالون اللي راهو تحت اسم لا كلاس خاوتنا راهو بسعر 16 مليون و800 مع النقل ل 58 ولايه. للحجز والاستفسار اتصلوا بالارقام اللي راهم اسفل الشاشه. انا ما بقى لي غير نقول لكم نلتقي في فيديو اخر، وما تنساوش تخلونا اراكم في التعليقات اللي رانا نقراوهم كامل. وبعد الكلام سلام.